ما تبقى من العلم العراقي الذي كان من المفترض أن يكون رمزا وإشارة بأن هذه هي مؤسسة حكومية، لكن الإهمال الواضح وعدم الاهتمام بالعلم أصبح ظاهرة منتشرة في محافظة الأنبار بحسب أكاديميين وعدد من مواطني المحافظة الذين أبدوا تحفظهم على هذه الظاهرة محملا الجهات الحكومية في المحافظة مسؤولية ذلك. مع الأسف الشديد لا يوجد أدنى احترام وأدنى تقديس لهذا العلم العظيم على بعض دوائر ومؤسسات الدولة، ويتعدى هذا الموضوع إلى أمر آخر، أن وضع العلم بأحجام مناسبة ووضعه على السواري يتعرض إلى أخطاء كثيرة، وهي أخطاء لا يجوز تكرارها ولا يمكن إلا أن تشخص لكي يتم معالجتها. أكثر الدوائر وأكثر المدارس تلاحظ أن العلم ممزق، تراب واقع ما يليش على صفحة. يعني أنا أكو مدرسة بإحدى المناطق، أو مو مدرسة وإنما مؤسسة حكومية تابعة للدولة، ماك فوقها علم عراقي أصلا. رئيس دائرة هسه تروح على علم يزماله تلقي الوصلة مالته أنظف من العلم اللي فوق الدائرة، ماكو ينظف بها الميز أنظف، يعني يستنكب شيء مو هذا العلم، فهذا ما ملتهين بيش قضايا. أعضاء في مجلس محافظة الأنبار من جانبهم اكتفوا بدعوة الجهات الحكومية ومنها مجلس المحافظة لتشخيص أسباب هذه الظاهرة وتشكيل لجان لمراقبة الموضوع ومعالجته. إذا كان أكو هنالك إهمال أو يوجد رموز للعلم ممزقة أو بالية، حقيقة هذا يحسب علينا، يحسب على سواء من ناحية قيمة العلم في ضمير المواطن أو من ناحيتنا الزائر اللي يزور البلد. بالتالي أعتقد أنه يجب أن يعالج هذا مو ليس بشكل ارتجالي وإنما منظم، بحيث أنه يكون هناك في المجالس أو البرلمان أو الأقضية ما يمثل الأقضية والنواحي من له علاقة بأنه يراقب هذه العملية. التجديد على أهمية الحفاظ على هيبة العلم العراقي في محافظة الأنبار من قبل المعنيين خطوة يرى مراقبون أنها قد تشكل حافزا لتكرارها في باقي محافظات العراق، لأن وجود هذه الظاهرة لا يقتصر على الأنبار فقط، وإنما هي ظاهرة تجيع في عموم أرجاء البلاد وخاصة في العاصمة بغداد. إيسر جبار، السومرية.